الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. على فكره مش يعني مش كل الوقت بناكل علشان احنا جعانين، دي حاجه معروفه، انما ساعات بقى بناكل امتى؟ يعني ساعات كتير قوي بناكل علشان احنا زهقانين ومش لاقيين حاجه نعملها فناكل. ساعات بناكل استخسار، طبعا كل الامهات عارفين كويس قوي يعني ايه اكل استخسار، يعني مثلا تمشي تلم كل بواقي اكل عيالها واللي بيبقى فضلت خيركم ممكن يعني ما يكونوش كلوا حاجه من اطباقهم اصلا، فماما تتطوع بقى وتقول لك خساره، حرام الاكل ده كله يترمي، وبعد ما تبقى متغديه وشبعانه وكله تتغدى لعيالها هي كمان بالمره. وساعات الاكل بيبقى مشاركه، يعني هسيب جوزي يتعشى لوحده؟ معقوله لازم اشاركه وجدانيا واقعد جنبه كده واونسه وهو بياكل واتعشى معاه بقى بالمره، مع ان ممكن تبقى متعشيه 3 مرات قبل كده، بس يعني لزوم الونس. وطبعا في الاكل احتفالا باي مناسبه، ده ملوش علاقه بقى يعني احنا اتغدينا ولا اتعشينا ولا شبعانين، لا دي حاجه، دي بقى نقره اخرى، ده اسمه احتفال، يعني احنا نجيب تورتايه او اي حاجه حلوه وناكلها بقى بمناسبه نجاح او ترقيه او خطوبه وهكذا. واحيانا كمان بقى نوع اكل من الانواع الاكل الاخرى يعني اللي انا عايزه احصرها كده، احنا احيانا بناكل مش لغايه اما نشبع، لا احنا بنعدي مرحله الشبع بكتير، يعني يقول لك مثلا ايه، انا شبعت بس مش قادره اقوم من كتر حلاوه الاكل، فتفضل تاكل لغايه ما الاكل بقى يعني يقف هنا مش عارف ينسى، المنطقه دي كلها بتبقى اتملت للاخر. وفي ناس بتاكل لغايه ما الاكل يخلص، يعني هو مش مشكله هو قادر ولا مش قادر، شبعان ولا مش شبعان، لا هو في اكل موجود ومحطوط على السفره، فنفضل ناكل لغايه ما الاكل يخلص، عاملين كتير عاملين قليل ولا يعني هناكل لغايه ما يخلص. وفي اكل الاعياد بقى، وده بقى بيضم كل انواع الاكل اللي فاتت، يعني بناكل احتفالا ومشاركه وفرحه واستخسار، وغالبا الاكل بيبقى كتير وبوفره فنفضل ناكل طول اليوم لغايه ما الاكل يخلص. وعشان كده ناس كتير قوي بتبقى خارج نظام الرجيم في الاعياد، ولا يمكن تعرف تسيطر على نفسها، والفته واللحمه بيبقوا هما ايه يعني بتبقى سيده الموقف، الفته واللحمه. في محاوله مننا بقى لانقاذ ما يمكن انقاذه، احنا هنعمل حلقه النهارده، قال يعني هنقول للناس يعملوا رجيم في العيد وكده، يعني احنا هنقول احنا هنعمل اللي علينا وانتوا ضميركم بقى. هنسال دكتور ماجد زيتون عن اهم الاكلات اللي ممكن يعني ناكلها في العيد، او نقلل ازاي، او يعني نحاول بقدر الامكان نضيع اللي احنا بوظناه في العيد ازاي. حضراتكم كمان تقدروا تتصلوا بيه وتسالوا اي سؤال، بس بعد فاصل قصير. كل سنة وكل حضراتكم طيبين، خلاص اهو العيد ايه يوم السبت الجاي ان شاء الله، كل سنة وحضراتكم طيبين. 4 ايام العيد دول بيبقوا يعني ايه، مفيش بيت بيخلى فيه من اللحمة باشكالها بقى، والفتة والرقاق والعزايم واللازم منه. انما في ناس تقولك احنا بنحب اللحمة الضاني، وفي ناس تقولك ما نحبش ريحتها وما اعرفش ايه، انما يعني اعتقد انه من كتر الخرفان اللي احنا ماشيين نشوفها في الطريق دي انه ناس كتير هتاكل لحمه ضاني. دكتور ماجد زيتون كل سنه وحضرتك السلامة. طيب والناس كلهم اعزائي المشاهدين كلهم بخير يا رب، وعبال كده كلنا نحج ان شاء الله، يعني يا رب يكتبها لك ويكتبها لكل اللي ما حجوش يا رب، ويكتبها لنا برضه تاني. دكتور ماجد، انا مره سمعت حاجه كده بتقول ان اللحمه الضاني اخف من اللحمه العاديه. والله هي هضمها اسهل كتير من اللحمه العاديه. ازاي ده يعني دي بالنسبه لي مفاجاه. لا والله مش عايز اقول لك، اللحمه الضاني بحس انها تقيله. يعني بص يا دعاء، يعني هي ربنا سبحان الله يعني ما خلقش حاجه اذا كان ليها فعلا مميزات جميله جدا. اللحمه الضاني يا جماعه بغض النظر، جايز احنا كشعوب في الشعب المصري مش غاويها قوي، يعني جايز قوي في دول الخليج اكتر، في السعوديه والكلام، بيحبوا البدو والعرب الكلام ده كله. اللحمه الضاني تتميز بمميزات في منتهى الجمال من ناحيه الفيتامينات والاملاح والمعادن الموجود فيها. مش عايز اقول لك ان اكتر لقوا نسبه سيلينيوم اللي هي العنصر اللي احنا دايما نتكلم عنه في الحلقات، اللي هو مضاد للاكسده وبيحمي الجسم من السرطانات وبعض الاورام ويحارب السمودة الشيخوخه ويقوي جهاز المناعه. اكبر نسبه موجوده في اللحمه الضاني السيلينيوم ده اكتر من اللحمه العاديه. تمام، يعني توصل على 40% من مكوناته ماده اسمها السيلينيوم. تمام، فيها حمض اميني او حمض من سوري حمض حماض دهنيه غير مشبعه. يعني دايما احنا دايما نخوف الناس من اللحوم الحمراء يا جماعه عشان تحتوي على حماض دهنيه مشبعه. احماض دهنيه مشبعه اللي ترفع مستوى الكوليسترول وتزود ضغط الدم وفيها مشاكل. هي اكشولي اللحمه الضاني فيها احماض دهنيه مشبعه، بس فيها احماض دهنيه غير مشبعه معايا، زي الزيوت النباتيه زي زيت الزيتون، احماض دهنيه غير مشبعه احاديه او متعدده التشبع، زي الاوميجا 3 فيها اوميجا 6
تمام، خصوصا لما بيلاقوا اللي هم الخرفان اللي هي بيبقى لها المرعى بتاعها اللي بتاكل من عشب طبيعي في المراعي من نباتات طبيعيه، فلو لحمها يتمثل بنسبه كبيره قوي من الايه احماض دهنيه غير مشبعه زي الاوميجا 3 والاوميجا 6 اللي هي بالتالي ممكن تقلل نسبه الكوليسترول. يعني ممكن قوي يبقى في اعتقاد، مش عايز اقول اعتقاد خاطئ يعني او اعتقاد مظبوط، اكشولي اللحمه الضاني ممكن قوي بكثرتها طبعا ولو فيها يبقى فيها مشاكل طبعا زي اي حاجه، تزيد عن حدها طبعا تتقلب ضدها. تمام، اما احنا لو اخذنا الثقافه الغذائيه من اكل اللحمه الضاني بكميه معتدله جدا اللي هي توزي قطعه مثلا في حدود 150 جرام او 120 جرام، هناخد من المنافع اللي موجوده فيها اللي هتظبط مستوى ضغط الدم، تظبط مستوى الكوليسترول بالاوميجا 3 اللي موجود فيها. يعني اللي عنده كوليسترول تنصحه ياكل لحمه ضاني ما ياكلش لحمه عاديه؟ لا مش عادية. يعني هو بص يا دعاء انا مش عايز اكل الامور يعني خصوصا الناس يعني عايزين دكتور ماجد كل كلمه بيبقى ليها معنى عايز تطلع، انا ما بقدرش واحد عنده كوليسترول عالي اكد عليه اللحمه الضاني بس لو اكلها مره معايا مره في الاسبوع واللحمه يخترق جزئيه اللي ما يكونش فيها نسبه دهون، يعني ممكن قوي بيخترق من اماكن معينه زي منطقه الرقبه، منطقه اللي هي منطقه الظهر، منطقه الفخذ، بيبقى يشيل منها نسبه الدهون على قدر الامكان. تمام، وفي نفس الوقت ممكن يستغل الكميه تبقى كميه قليله ومعقوله. العناصر اللي موجوده فيها برضو حاجات كتير قوي يا دعاء، مش عايز اقول لك ان نسبه الحديد فيها نسبه عاليه جدا، الناس اللي عندهم مثلا سي فقر دم مثلا عندهم انيميا يعني فيها نسبه فيتامين ب بنسبه عاليه جدا، خصوصا فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 اللي هو بي 12 اللي مهم جدا لتقويه الاعصاب، مهم قوي الناس اللي عندهم قرارات دم حمراء قليله. تمام، الناس اللي عندهم انيميا. تمام، في حاجه اسمها فيتامين بي 3 مهم جدا جدا، الناس اللي عندهم بيشتكوا من الزهايمر او بيخافوا عندهم فاميلي هيستوري او في العيله ان هم عندهم مثلا الزهايمر، فيتامين بي 3 دوت مهم جدا بيحمي الجلد من اثار الشيخوخه. تمام، لو في برضه نوع من واحد احماض الدهنيه الغير مشبعه اسمها اللينوليك اسيد، اللينوليك اسيد ده مهم جدا الناس اللي عندهم هشاشه عظام، الناس اللي بيقوي جهاز المناعه. تمام، بيحمي برضه كتير قلنا من الاورام، يعني في القصه كلها في مجملها ثقافه غذائيه ناجحه جدا لو ركزنا على اللحمه الضاني بس بكميه قلنا ايه معقول. في عايز تقولي حاجه؟ لا اتفضل. اتفضل. في برضه حاجات الموجوده فيها معدن الزنك. الزنك من المعادن المهمه جدا يا جماعه، يعني ما فيش عنصر من عناصر اللي هي العمليات الاساسيه الحيويه بتحصل في الجسم اذا كان عنصر الزنك بيخش فيه. فقر الزنك ده في حد ذاته بيسبب مشكله، يعني يسبب جفاف الجلد، ممكن يعمل تشعبات في الجلد، معاه ياثر على الذاكره، فمهم قوي الزنك ده مهم جدا سواء كان للذاكره، للمعدل التمثيل الغذائي، مهم جدا لشفاء الجروح، الناس اللي مثلا عندهم اصابه بجروح باستمرار، معدن الزنك مهم بالنسبه، بيقوي جهاز المناعه مهم جدا، زي عنصر السيلينيوم معايا، فالزنك من الحاجات المهمه جدا اللي موجود بكثره جدا في اللحمه الضاني. جميل. طيب اخد اول اتصال معايا ريهام. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا مدام دعاء؟ اهلا يا ريهام، ازيك؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا دكتور ماجد؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اقول لحضرتك تجربتي الشخصيه مع دكتور ماجد، جزا الله كل خير. انا نسا عمري 37. تمام. كان وزني 95 كيلو وسرلت ماشي مع الدكتور جزا الله خير من شهر 1 لغايه شهر 4 بقيت 58 كيلو بالظبط الحمد لله. فعايزه اقول لحضرتك يعني قد ايه الدنيا حوالي اربع شهور حسيتي اربع شهور من 95 ل 58 بالظبط، مشيت على كل حرف استاذ ماجد دكتور ماجد بيقوله، كل حرف هو بيقوله. يعني عايزه اقول لحضرتك في العياده في العياده ولا في التلفزيون؟ نعم، في العياده ولا في التلفزيون؟ لا جيت لحضرتك العياده، وكنت عايزه اقول حاجه ان زياره المريض عند حضرتك في العياده اكيد بيختلف في حاجه، رأيي انا الشخصي يعني دكتور ماجد بيعمل لنا دعم نفسي. يعني انا اول ما رحت له قلت له عندي مشكله، قلت له انا مشكلتي شوكولاته، انا بحب الشوكولاته قوي، وكل ما اقول لحد كده ما حدش عارف يحل لي الموضوع. دكتور ماجد قال لي كلمه واحده، قال لي طب ما ايه رايك تحبي نفسك اكتر من الشوكولاته، ايه رايك تحبي جسمك اكتر من الاكل. فعلا حقيقي بجد هو عمل لي دعم نفسي، مقابلته كويسه جدا جزا الله خيرا. طيب بقول لك ايه، يعني انت دلوقتي ما اصلا عارفه الرجيم الدكتور بيديه في العياده ده يعني صعب برضه، قدرتي تمشي عليه كده حته يعني واحده واحده ومشيتي عليه كويس طول الاربع شهور دول وما لخبطتيش ما تعبتيش؟ والله مش صعب ابدا، والله بالعكس انا رحت لدكاتره كتير قبل دكتور ماجد كانوا بيدوني كيميكال وما كانش فيه حته الفطار والغداء والعشاء وشرب الميه، كان يوم كله موز، يوم كله سلطه كرنب، كنت بتعب لدرجه ان ما كنتش بركز، ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اتحرك من مكاني. لكن دكتور ماجد ادانا نظام تفطري وتتغدي وتتعشي وتشربي الميه. عايزه اقول لحضرتك ان كان عندي مشاكل صحيه كتيره، كان عندي شوكه عظميه، عندي مشكله في ركبتي، عندي مشكله في ظهري. لما شربت الميه عايزه اقول لحضرتك الحمد لله مشكله الشوكه العظميه انتهت تماما، طبعا لما الواحد خف وزنه حالتي النفسيه اختلفت تماما. طبعا انت بتثبتي دلوقتي بقى يا ريهام ولا ايه؟ نعم، بتثبتي وزنك دلوقتي ولا بتعملي ايه؟ طبعا انا
تقريبا قربت اخلص التثبيت. وعايزه اقول لحضرتك كمان معلش معلومه، كذا صديقه من عندي بتخس مع دكاتره كتير، نظام التثبيت طويل قوي، ممكن تقعد سنه تقول لي كل اسبوع بعمل رجيم وبعدين اريح ومش عارفه ايه. دكتور ماجد عامل نظام تثبيت بسيط وجميل ومريح جدا. طيب فانا متشكره قوي يا دكتور ماجد، يعني انت اعظم دكتور في الدنيا، ربنا يسعدك زي ما اسعدتني وحولتني من الصوت بيرقص وهي عشان خاسه ما تبقى سعاده طبعا. يعني الصوت لما بيكلمونا وهم يعني لسه ما اتخستش وكده بتبقى حمل الهم كله في طالع في صوتها. والله يا دعاء هي صوتها طالع بيرقص يعني كده لانها خاسه. بص هي مفيش شك، يعني هي انا دايما اقول كده، لو انت يعني قد ربنا قدرني، يعني دايما كده اقول كده، يعني انت ليكي مصلحه عندي، ربنا قدرني قدرك صح. تمام. وانا عايز بكل امانه فعلا اوصل المعلومه صح. عايز افهمك ان في جسم بيخس، مفيش حاجه اسمها كده. كل اي جسم يكون يفقد وزن طالما في توجيه صح، وفي توجيه من ناحيتي، وفي تنفيذ وتطبيق من ناحيتك معايا. وهي الفكره كلها جايز في اول ايام في دايت بتبقى ايام صعبه. بعد كده خلاص بدات تصبح عادات وتعودتي عليها بكميات اكل معينه بسلوكيات معينه. وانس اللي بيشجعك برضه يا دعاء انك تكملي، ما بتلاقي انت نتائج ايجابيه، ما تلاقي نتائج ايجابيه، والمسام بيتحرك بصوره ايجابيه، والشكل بيبقى افضل، واللبس بيبقى افضل، والصحه بتبقى افضل. ده بيشجعك انك تخسي من 95 ل 58. يعني مش الموضوع مش 5 6 كيلو، ده داخل على 30 فوق 30 كيلو معايا. واعتقد ان النتائج جايبها في خلال 3 4 شهور. ما هي بقالت من شهر 1 لشهر 4، يعني ومفيش مبالغه على فكره. ده ابداع. يعني جات لي واحده العياده بتقول لي يا دكتور ماجد لا اكيد اللي بيتصلوا دول لا بيبالغوا. والله ما بيبالغوا، ولا بقوله فعلا صح بما يرضي الله، بس هي الفكره كلها التزام. لا وفي كتير يعني حضرتك بيتصلوا من على رجيم التلفزيون، حضرتك ما بتبقاش عارفهم اصلا ولا عارف يعني هم. يعني بصي هو التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ما فيش شك، سواء كان من رجيم التلفزيون او الرجيم اللي موجود في العياده. فربنا يوفق يا رب ان شاء الله. طيب هنطلع فاصل قصير ورجعوا بقى شوفوا الرجيم بتاع العيد ان شاء الله. تمام. يعني هيبقى كويس. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. دكتور ماجد زيتون حضرتك بدينا شويه نصايح كده للعيد. طب انا ممكن اقول لك نصيحه هتبقى احلى كتير من المكتوب. قول. يعني هي الفكره كلها، بص يعني هي طبعا افضل طريقه طبعا هي موضوع الشوي، بس هو الشوي فيه ملحوظه معينه. قلنا دايما ما بتسالني الشوي في العيد معايا بلاش، يبقى اللي هي المفروض اللي هي الفحم اللي بنستخدمه، حاولوا تختاروا الفحم النباتي يا جماعه. في فحم حجري ده ممكن يعمل مشاكل بالنسبه للبروتين. المفروض انا بحط قطعه اللحمه معايا على السمود على الشوايه تحتيها الفحم، ملاش درجه حراره بتبقى عاليه جدا معايا، ان ممكن يحصل اكسده لنفس البروتين الموجود في اللحمه يتحول لحاجه اسمها كاسينوجينيك، ونفس الناس الابخره اللي بتطلع من الفحم ده بيبقى ليها مضاعفات على نفس البروتين. ايه يعني نجيب فحم ايه ما نجيبش يعني فحم؟ هو فحم نباتي، اللي هو الفحم اللي هو يكون فحم انت عارفه المصدر يكون نباتي، مش فحم حجر. في حاجه بيبقى حجر صناعي معايا. يعني تختاري الفحم يكون اللي هو نباتي. اللي هو الفحم النباتي او الحطب، بس ما اعرفش هيجيبوا الحطب من فين معايا، اما الفحم النباتي ده افضلهم من الفحم البلدي بتاع زمان بتاع البلاد اللي عندنا في الفلاحين. ويفضل تتبلي دايما اللحمه باللي هو الليمون والخل، ان الليمون والخل لحد ما كان مضاد للاكسده، احنا بنخاف من اللحمه. امال ايه التتبيلات اللي ممكن تعمل مشاكل؟ لا هو ما فيش تتبيلات تعمل مشكله، انا عايز بس اضيف حته الليمون والخل بحيث انتي اوكسيدان مضاد للاكسده اللي ممكن تحصل اكسده البروتين. تمام. نتيجه الفحم اللي بتشوي عليه. تمام. انما اصل في ناس بتتبل بمستردة يعني ده بعد كده، بس هو اثناء التتبيله الاساسيه وهو حطها قبل ما احطها على الايه على الفحم. الفحم نفسه. تمام. ويفضل ان تكون قطع صغيره، ما تكونش قطع كبيره، قطع صغيره لحد ما تستوي بسرعه افضل. تمام. ويفضل حتى لو انت ضفتيها بعد كده ضيفيها على خضار ورز معايا. يعني بيقول لك الطريقه الاسيويه في عمل اللحمه الضاني افضل ما بيحط عليها، مش لحمه بياكله ولحمه بس صافي، يحطوها في خضار ورز. ان الخضار مهما كان في نسبه الياف، الالياف دي بتساعد في عمليه الهضم وتقلل من امتصاص الكوليسترول الموجود في اللحمه الضاني. مين اللي ممنوع من الخل، من فته الخل والثوم؟ الناس اللي عندهم قرحه مثلا، عندهم حموضه. طبعا عندهم قرحه، عندهم حموضه، الناس اللي عندهم ضغط عالي ممكن. يعني برضو خلي بالك اللحمه الضاني عشان نسبه الصوديوم فيها عاليه غير مستحبه قوي في الناس اللي عندهم ضغط عالي او امراض القلب او الكوليسترول او الناس اللي عندهم يوريك اسيد عالي او عندهم حمض البوليك عالي او عندهم حصاوي في الكلى. يعني دي جايز. طيب. دي الحاجات اللي ممكن. طب نصايحك لمرضى السكر والضغط والكوليسترول؟ بص هو دايما يعني طالما ما فيش اسراف في الشيء معايا، لو قطعه صغيره في حدود ال 100 جرام او 120 جرام ما فيش مشكله، هتتمثل بالنسبه لهم. وطبعا مع نزع الدهون منها تكون مسلوقه او مشويه، ولو تسلق كويس قوي، وبعدين ما تسلقش على كذا مره، يعني المفروض تتسلق مره واحده. لو افترضنا هناكل لحمه مسلوقه تبقى وان شوت على اساس انها تقتل البكتيريا والطفيلات اللي موجوده فيها. يعني ما تسلقش شويه وبعد كده تبقى تسلقها تاني، فالسلقه تبقى مره واحده. تمام. طيب النقرس.
مرضى النقرس طبعا اليوريك اسيد طبعا من الحاجات اللي ما ياكلوش لحمه. لا طبعا هو لو حته صغيره مع انا بتكلم على العيد على فكره يعني ما بتكلمش على اكل اللحمه يوميا. هو ثقافه الاكل اللحمه عامه مش مفروض اكتر من مرتين ثلاثه في الاسبوع يعني ما يبقاش بصوره ايه دوريه حتى لو الشخص نفسه كان صح شخص صحيح لا يعاني من امراض يعني اكل لحمه يوميا غير مستحب صحيح. خصوصا كنا كل ما بنكبر في السن مش مفضل ناكل البروتينات كتير تمام. طيب الناس بقى اللي بتحب تهضم بحاجه ساقعه ومياه غازيه والكلام دوت قلنا يعني مش مستحب طبعا المياه الغازيه بس قلنا لو كميه صغيره تعدي. طبعا المياه الغازيه احنا قلنا مشكلتها ان قلنا علبه المياه الغازيه فيها 8 معالي سكر ما يوازي السكر الموجود في العلبه الكنز دي معايا غير الصودا اللي فيها وبتاثر قلنا بتاثر على حموضه المعده يعني حتى حته انها بتعمل نوع من انواع الهضم ده هضم وهمي مزيف الى حد ما معايا تمام. طيب المعلومات بقى نقولها كده سريعا والناس اللي يعني تهمها المعلومات دي تصورها او بتنزل على جروب الدين والحياه مع دعاء فاروق. بعدها هنقول رجيم تقليل اكل اللحوم الحمراء والكبده وتفادي الياها وخاصه لكبار السن، تجنب الاكثار من شرب المشروبات الغازيه لانها تزيد من حموضه المعده والانتفاخ وسوء الهضم، مع ان الناس متخيله انها بتهضم اعتقاد وهمي دي بتزيد من سوء الهضم. عدم تناول الحلويات بين الوجبات لانها مربكه للمعده وفاتحه للشهيه وتزيد الوزن. الاكثار من تناول السلطه والخضروات زي السبانخ والجزر والخس والخيار والبقدونس. تناول وجبه خفيفه في الفطار والعشاء، يعني لو هندبها في الغداء يعني نفطر خفيف ونتعشى لمرضى السكر والضغط والكلى. البعد عن التوابل والمخللات والاكل المسبك والاكثار من شرب الميه وتقليل الشاي والقهوه. لمن يعانون من الكوليسترول يجب تناول الاغذيه الغنيه بالالياف يوميا لخفض نسبه الكوليسترول زي التفاح والجزر والتين المجفف والباميه والخرشوف والعدس والفاصوليا الناشفه والشوفان والشعير والجراب فروت وجنين القمح. كل دي هتحتوي على عناصر على نسبه الياف عاليه بتقلل من امتصاص الكوليسترول وتظبط مستوى السكر في الدم كمان. طيب هنقول رجيم بقى يا دكتور حضرتك والله عامل لنا رجيم لطيف جدا وفي فته وفي كل حاجه. احنا عايزين اول 3 ايام كده لطاف وبعد كده في اخر 3 ايام قرص سن. قرصت جامد ده في يوم انا قرصت فيه وانا بقراه كده كله فاكهه. طيب النظام الغذائي الفطار معلقتين كبار شوفان ومعاهم كوبايه زبادي او كوبايه لبن خالي الدسم مع معلقه عسل او 4 معالق كورن فليكس زائد كوبايه لبن خالي الدسم مع معلقه عسل. بعد الفطار بساعتين ثمره فاكهه تفاح او كمثرى او كوبايه زبادي، وبين الفطار والغدا 3 ثمرات خيار وثلاثه جزر وثمره جزر او 3 بروكلي وثمره جزر. ده نمشي طبيعي في العيد عادي نصحى الصبح يعني هو كده انا بص كده حاجات فيها نسبه الياف عاليه قوي ان ده بقى اولها بتقلل تمام تشبع وتخلي الواحد ايه ما يدبهاش في الغدا. اليوم الاول الغدا 3 ميم فته. 3 ميم فته دي قصدك 3 معالق فته؟ 3 معالق يعني 3 ده خلي كده لو بتعمل دايت احنا قلنا ده على اساس الدايت احنا في ناس بتتابع معانا في التلفزيون على الدايت معايا 3 معالق فته فص ثوم ومعلقه زيت وربع معلقه خل وربع كوبايه شوربه منزوعه الدسم وربع رغيف بلدي محمص وثلاث معالق رز مسلوق والعمل الدمعه فص ثوم وربع معلقه خل وربع كوبايه طماطم زائد قطعه لحم مسلوقه او مشويه زائد سلطه. العشاء قطعه جبنه قريش زائد سلطه السلطه عباره عن خيار وخس وجرجير وثمر الطماطم. اليوم الثاني الغدا 2 شريحه كبده مشويه 120 جرام كبده وملح وفلفل وفصين ثوم وليمون ورشه بهارات ومعلقه زيت ومعاهم حبه بطاطس مشويه بطاطسيه مشويه في الفرن كده زائد سلطه. العشاء بيضتين مسلوقين مخلوطه بخس وخياره ومعلقه مسترد. اليوم الثالث الغدا روستو ضاني قطعه لحم ضاني مخليه 125 جرام ومعلقه زيت ونص معلقه روز ماري ونص معلقه اوريجانو او زي الزعتر ده وبصله مبشوره ونص كوبايه ميه معاهم خضار مشوي في الفرن زائد سلطه. العشاء كوبايه زبادي 200 جرام ايوه كوبايه زبادي الكبيره. اليوم الرابع الغدا معلقتين رقاق باللحمه لا قطعتين رقاق باللحمه المفرومه وممكن يتعمل معاهم ملوخيه وسلطه. العشاء سلطه زبادي، الزبادي عباره عن زبادي وثمره خيار ورشه نعناع. اليوم الخامس بقى هو ده اليوم اللي قرصت فيه يا دكتور علي. الغدا سلطه فاكهه تفاح وكمثرى وجوافه ومعاهم كوبايه زبادي. الرمان ما يدخلش في الليله دي؟ يعني هو مش مستحب مع الاقسام بيعملوا دايت. الرمان مش مستحب. مش مستحب. بغض النظر عن القيمة الغذائية اللي موجودة في الرمان طبعا واحنا مش عايزين نقول دايما مش كل حاجة ليها قيمة غذائية تنفع في الدايت تنفع في الدايت. العشاء برضو فاكهة ثمرة فاكهة تفاح أو كمثرى زائد كوباية زبادي.
ده يوم ايه لتنظيف؟ انا هسالك بقى. ده بنخلص واسالين زي ما انت عايز. اليوم السادس الغدا سمك بالليمون والخضار، قطعه سمك فيليه للتتبيله، بشر ليمون وملح وفلفل وزعتر، والخضار مكون من كوبايه من الخضار المشكل زائد معلقه زيت زيتون ونص ومعلقه زعتر وعصير ليمون زائد نص خبز محمص زائد سلطه، العشاء كوبايه زبادي زائد ثمره فاكهه، الغدا فراخ بالزيتون. ده اليوم السابع بقى اللي هو خلاص خلصنا العيد واللحمه وخلاص. ناكل فراخ بقى بالزيتون، صدر فرخه مشوي متقطع شرايح، معلقتين زيتون اسود مخلي، ثلاث حبات خرشوف مسلوقه. حضرتك بتتكلم عن فوائد الخرشوف ده بشكل فظيع، ومتقطعه، ونص كوبايه شوربه ورشه زعتر، ومعاهم خمس معالق مكرونه حمراء زائد سلطه. العشاء سلطه سبانخ مع شرايح بصل وبيضه مسلوقه، والعمل الدريسنج او الصوص بتاع السلطه دي نص معلقه مستردة، ربع معلقه سماء، ونص معلقه زيت زيتون، ونص ليمونه، وطبعا بعد الغداء بساعتين ثمره فاكهه او 8 لوزات او 8 حبايات بندق، وشرب لا يقل عن 3 لتر ميه يوميا. قلت لي السلطه سلطه الفاكهه بتعمل ايه؟ حاجه اسمها ديتوكس، الفاكهه دايما كان بيشرح حاجه اسمها ريجيمات ديتوكس اللي هي تطلع كل السموم اللي في جسمك. ده بعد انت حضرتك يعني حرصت تعمله اليوم الخامس. الخامس هو الفكره كلها، انت بتيجي تعملي دايت معايا، المفروض الدايت اي دايت متكامل او متوازن، عايز اطلع كل السموم اللي في جسمك معايا، ان امنع حاجه اسمها يعني السموم، يعني امنع يكون في امساك، امنع ان يكون نسبه البوتاسيوم عاليه جدا في الدم، قلل الصوديوم الموجود في جسمك معايا، كل ده هيتخلص من نسبه الياف معينه مع نسبه سكريات معينه. فانا عايز يوم فاكهه او فاكهه وخضار معايا زي اللي هو اليوم دوت، نسبه البوتاسيوم عاليه جدا في الفاكهه والخضار، بقلل نسبه الصوديوم قوي، في نسبه الياف عاليه بتعمل ماده قاشطه للقولون لكل المشاكل الموجوده في القولون، كان في امساك، في فضلات موجوده لسه لازقه في جدار القولون، بنظف الجسم من الكلام ده كله، بلس ان بريح الجسم من اكل البروتينز. احنا باكل بروتينز بقى لي 4-5 ايام مع البروتين، قلنا ليه برضو مضاعفات معايا اللي زي يرفع اليوريك اسيد والكلام ده، فما ياخد يوم زي كده اقلل البروتين تماما مع فاكهه وخضار، بقلل برضو نسبه الايه الاملاح الموجوده في جسمك، بزود من در البول، من در البول مع شرب 3 لتر ميه، ده يوم لحاجه اسمها ترويه الجسم كده، اطلع كل السموم اللي في جسمك وانت ترتاحي، سواء كان جهاز هضمي بيرتاح، الهضم بيتحسن طبعا، بيطلع لو عندك سمارت عتانيك بيروح، الكلام ده كله بتبقى مرتاحه كل يعني حاجة. انا مش عايز اقول لك، فاكر انت لسه كنت بتكلم عن الرجيمات اللي في العياده، يعني غالبا في رجيمات العياده هتلاقي تقريبا 85% من الرجيمات لازم ادي اليوم اللي هو فيه لازم اليوم اللي هو الديتوكس، رغم الايام العاديه المفروض زي الثلاث خيارات وجزر اللي بديهم لك والفاكهه بين الوجبات، هو ده بيعمله حاجه اسمها ديتوكس، هيطلع كل السموم اللي في جسمه. يعني اللي ما بياكلش السناكس ده ده جسمه معرض امساك، خمول، كسل، سمار تحت العين، اليوريك اسيد بيعلى، الكلام ده كله. فانا يهمني قوي وانت بتعملي دايت ناجح ان تخس بصحه من خلال الايتمز اللي بديها اللي طلع كل السموم في جسمك، والاهم من كده مع شرب الايه الميه 3 لتر ميه في اليوم. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. خلصنا وقلنا كل اللي علينا وعملنا الواجب وكل حاجه. كل سنه وحضرتك طيب، ونشوفك على خير ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم. كل اللي بيحصل في حياتنا أول ما عشناه، خد دورة الآف السنة وكتاب الله. كل اللي بيحصل في حياتنا أول ما عشناه، خد دورة الآف السنة وكتاب الله. ربنا عاش كده دايما حياتنا